اهلا بكم في مرايا. انا عارف موضوع مقتل قاسم سليماني راح يعني خلاص راح له فتره، بس انا مش هحكي عن موضوع مقتله، حكينا اصلا عنه. لا انا لفت انتباهي بصراحه، واتوقع لفت انتباه البعض منكم، حفله التقديس والتبخير التي رافقت تشييع مندوب النظام الايراني الخميني في ديار العرب، مندوبهم للتخريب طبعا اللي هو قاسم سليماني. يعني بصراحة أنت لما تتابع اللقطات والمشاهد أنت مش أمام مشهد تشيع ورثاء، حتى لو كان حزين وعميق، حتى لو كان لبطل من أبطال إيران، حتى لو كان لبطل إيران الأول، يعني خلينا نسميه بهذا الوصف أنه والله هذا بطلنا ورمزنا، وإحنا نستعير مشاعر المرشد خامنئي طبعا وبقية رموز النظام الإيراني. لكن اللي صار مو بس في إيران وكرمان مسقط رأس قاسم سليماني، بل في العراق ولبنان وحتى بعض التجمعات الشيعية في العالم، باكستان وأفغانستان واليمن ويمكن بعض المجتمعات الخليجية، أمر يصل لدرجة التقديس والأسطرة. أنا اللي شفته مع قاسم سليماني تجاوز حتى الهستيريا اللي صارت مع مقتل عماد مغنية والتأبين، لدرجة أنه المكان اللي قتل فيه قاسم سليماني وتلاميذه من الإيرانيين والعراقيين أبرزهم أبو مهدي المهندس اللي على مخرج المطار على طريق المطار، اللي يفترض على بالمناسبة أبو مهدي المهندس يفترض أنه عراقي، ما أدري ليش دفن وشيع في إيران، بس ما علينا. أقول حتى مكان قتلهم بهذه الغارة الأمريكية قرب مطار بغداد تحول لمزار مقدس، المكان نفسه اللي يعني قطعت فيه السيارة، وصارت تربة المكان تنباع كتربة مقدسة، يعني شيء عجيب يعني. لكن كل ما أحاط بتأبين وتشييع ومقتل قائد عصابات إيران في المنطقة قاسم سليماني يقودك بالضرورة إلى عالم الأساطير والتقديس، يعني وحتى الرمزيات. خاتمه سوى موضوع الحالة، كتاب وجد معه، كتاب شعر وجدته مع قوة أمريكية خاصة في مكان القصف، حسب قناة فوكس نيوز أنه نزلوا ناس قوات خاصة أمريكية خذوا دقائق بس لموا بعض الأشياء ومشوا. وطبعا مسيرة تشييعه، هو هذا اللي يهمني أنا، مسيرة تشييعه على شاحنة، ثم ما قيل عنه من شعر ورثاء وبكاء ونواح، هذا كله يقودنا للتأمل في جذور هذا التقديس والأسطرة في الثقافة الإيرانية نفسها. مشاهد النياحة واللطم والتبرك والتقديس هي رمزيات يجب أن تذهب بنا لأصول وينابيع هذه الطقوس ورموزها في الثقافة الإيرانية القديمة. هذا في الطيارة مثل ما شفت المشهد، لكن لما سير بنعشه ورفاقه ودققوا في مشهد رمي الملابس والأوشحة من الناس على مكان النعوش، كيف اللي ماسك النعش فوق السيارة بكل تلقائية وكأنه أمر طبيعي يمسح الملابس بنعش سليماني ورفاقه بعدين يرجعها لمن رمى بها من الناس، يعني حافظ وعارف دوره بالضبط. يعني ایرانیان در آغوش گرفت، همه یک صدا، همه یک صدا، لب در هنا محاولة لتلمس أصول هذه السلوكيات في الثقافة الفارسية أو الإيرانية القديمة حسب بعض الباحثين. شاهنامة الفرس وجنازة قاسم سليماني محاولة واضحة لبعث قائد جديد يغذي المزاج العرقي في إيران القرن الحادي والعشرين. الشاهنامة وتعني كتاب الملوك تقوم على شخصية رستم البطل القومي الأسطوري الذي حمى إيران، وهو في الواقع الشخصية الرئيسية في ملحمة شاهنامة الشعرية. في الشاهنامة ينسب لرستم قوى خارقة مكنته من منع الأعداء من الهجوم على إيران، وهنا يأتي الإسقاط على شخصية قاسم سليماني لخلق أسطورة جديدة لدى الفرس المعاصرين. فالحزن الذي ظهر به المفتونون بسليماني ذكر كثيرين بملاحم الفرس وبالشاهنامة.
لكن حدث هذا قبل أن تأتي الاحتجاجات الأخيرة لتكشف عن رأي قسم كبير من الإيرانيين الرافضين لسياسة قاسم سليماني حين مزقوا صوره علنا في الشوارع. وهنا الخبير العراقي والباحث المعروف في أصول الديانات والفرق والطوائف الدكتور رشيد الخيون يساعدنا على فهم حالة التقديس التي رافقت تشييع سليماني. ما يخص الذي حدث في تشييع سليماني وفي رثاء أنه لدينا شخصيات كثيرة في التاريخ ممكن هي كانت شخصيات جدا عادية، ولكن عندما غلفت في الهالة الدينية أصبحت مقدسة، وخاصة بعد انقطاع طول الزمن بيننا وبينها. يراد للشخصية التي يعني يفكر النظام بتقديسها وتخليدها، أي نظام يعني سواء النظام الإيراني أو غيره من الأنظمة العقائدية، أنه إضافة إلى إزداء لقب الشهيد على هذه الشخصية، أنه هذا الشهيد هو حي في الذاكرة وحي في الحقيقة. وهذه الصورة التي عرضها موقع الخامنئي مرشد الثورة الإسلامية أن الحسين يستقبل سليماني ومعه الخميني وكل الشهداء، والشهيد هنا لا يكون فقط المقتول، والخميني لم يقتل، الخميني مات موت، ولكن الخميني أنه حاجز مكان في الجنة. هذه إسقاطات من التاريخ في أساطير وفي أخبار كثيرة من التاريخ الفارسي تؤكد هذا الموضوع. وما أتى في الشاهنامة الفارسية يعني من هنا، فإن يعني هذه الرمزية اللي شفتوها أهيلت على قاسم سليماني بشكل يعني مش طبيعي، يعني يصبح تعويض حالة وصورة ورمزية قاسم سليماني بالنسبة للنظام الخميني صعبة جدا، صعب تتكرر الحالة ذي. ممكن تجيب ضابط وتعمل اشياء ثانية، اصلا جابه اوريدي يعني، ولكن تصنع اسطورة ثانية تتحول الى رمز مقدس غائر في النفوس لدى من يؤمن به صعبة. ليه؟ لانه صعب تتكرر الاساطير، نادرة يعني. في ثقافة الإسلام ونبعها البسيط النقي نجد هذا النص النبوي الملهم عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا له: أنت سيدنا. قال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا وأعظمنا طولا. قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان. وفي رواية: لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. إلى اللقاء.